دام اليوم حفلة شيرين عبد الوهاب، والله نسأل من سؤالنا إلى وزارة الداخلية والمسؤولين عن المنافذ. هل لما دشت شيرين عبد الوهاب هل سويتوا لها تحليل المخدرات، خصوصا إنها فنانة وتم إعلان قبل عدة أشهر بأنها مدمنة للمخدرات، أوكي، وإنها خضعت لعلاج؟ فأعتقد إن من حق الدولة ومن حقنا إن لما تيجي تدش الكويت يشوفون دمها، لأن أعتقد إحنا مو قاصرنا يجينا مدمن مخدرات مهما كان شهرته يقعد عندنا في ديرتنا كذا يوم بهذا الوضع، أوكي. فسؤالنا، فمن حقنا نعرف، هل تم إجراء فحص المخدرات على شيرين عبد الوهاب، ولا المشهور صار فوق القانون؟ عشان نفهم، عشان يعني نبي نفهم احنا قاعد نتكلم مع مين، هل القانون سواسية مع الكل أو لا؟ وعموما أنا راح أتكلم بعدين في موضوع ثاني يثبت إن القانون للأسف عندنا في الكويت مو واحد، وراح أقول لكم سالفة اللي تقولي مالك حق، لا أقول لي حق، بس نطروا المرحلة الجاية، اللي ينطر يشوف.